السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه تقني في الاستثمار البيتكوين. دائما نجدد قبل بدايه الدرس نجم الاخوه الاشتراك في القناه والضغط على سابوني او سبسكرايب واشتراك ليصلك كل جديد في هذه القناه وتفعيل خاصيه الجرس اذا كنتم مهتمين بالربح من مواقع استثماريه والمربحه وتريدوا مدخول يومي. فجميعنا نطلع الى هذا العمل. نعم يا اخي انضم الى ازيد من 2839 اخ. نعم انظر الى هذا العدد وركز جيدا على هذا الكوفر الخاص بي اخي. لقد وجدت قناه تقوم بالتقليد اخي لدي العديد من الشروحات تطرق لي من هنا جميع مربحه، لكن عندما لم يعد يدفع الموقع تجد حدث ربط الجيل خوك في مرادنا الموقع لم يعد يدفع هذا وحسب في اف اس ودكتور مؤخر بعض المسائل معي فتواصل معي يا اخي. الان يا اخي موضوعنا هو التعدين السحابي للبيتكوين. نعم نحن نعلم ان التعدين البيتكوين جيد. نعم هو جيد تقوم بشراء قوه التعدين، وكلما كانت القوه كلما اشتريت القوة أكثر كلما كان تعدين البيتكوين اليومي رائع وهائل. نعم أنت تريد مدخول يومي اشتغل على التعدين السحابي للبيتكوين. نعم أول نعم هذا الموقع يا أخي كريبتو مينينج فارم يشتغل منذ 2008. نعم هو مقره في تايلاند، أرباح قليلة لكن الحمد لله على مثل هذا الموقع يشتغل منذ 2008. أقوله كرره نعم عندما تشتغل في هذا الموقع أولا هو يعطيك 50 جيجا هاش مجانية. نعم يا أخي قوة مجانية في 50 جيجا هاش رائع 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 هذا الموقع صراحة رائع ويسحب منه الآلاف آلاف الناس والمستثمرين في هذا الموقع الرائع. كلما كانت أقول كرة كلما كانت قوة التعدين عندك أكبر كان ربحك اليومي أكثر. الحمد لله على مثل هذا الموقع. أولا طريقة جيل فيه سهلة يا أخي، هو لا وليس لديه أي صيانة يقوم بها مثل المواقع الأخرى. نعم هذا موقع رائع. نضغط هنا على ريجستر إذا كنت تريد الاستثمار في هذا الموقع. أولا عليك التسجيل فيه يا أخي، انظر ريجستر هكذا، نقوم بالضغط على ريجستر، نقوم بوضع هنا النيم أي اسم يا أخي، هنا اليوزر نيم الاسم الذي سوف تدخل به إلى الموقع، هنا الباسورد ثم تكتبش الباسورد، هنا الإيميل أدريس ثم تكتبش الإيميل أدريس، هنا تقوم بوضع الكابتشا. نعم ادخل الكابتشا هكذا ما تقوم بوضع الكابتشا هكذا يا أخي ما فاليدي هكذا ثم ريجستر وتذهب عندما تقوم اذهب إلى حسابك في الإيميل وقم بتفعيله، قم بالضغط على كونفيرم وقم بتفعيل هذا الموقع. أنا ادخل وجه حسابي مباشرة هكذا. نعم مباشرة يا اخي هكذا هذه الواجهة لا تضغط عليها يا اخي. نعم الان هذه واجهة هذا الموقع الغني عن التعريف كريبتو مينينج فارم. نعم هو يشتغل منذ 2008 يا اخي على العلم والذكر، يشتغل في تعدين البيتكوين. انظر هنا 50 جيجا هاش مجانية يعطيها لك الموقع، انظر لك يتقوم بتعدين لوحدها يا اخي. نعم نحن نعرف جميع التعدين السحابي للبيتكوين. نعم اذا كنت تريد شراء قوة التعدين في هذا الموقع سوف اشرح كيفية الشراء من هذا الموقع الغني عن التعريف. انظر هنا انظر ساقوم بالضغط هنا على الفيسبوك الخاص بهم يا اخي، انظر ها هم انظر هذه الصفحة الخاصة بهم يا اخي، هو مقره في تايلاند يا تايلاند ويشتغل منذ 2008 كما قلت وحتى الان، ارباح قليلة. نعم هو يقوم بمثل انك تقوم بالتزام عقد معه مدة سنة او ثلاث سنوات او ست اشهر او ثلاث اشهر على مثلا انا سوف اقوم بالشراء امامكم قوة تعدين لمدة سنة. نعم لمدة سنة انظر هنا ساقوم بالاستثمار في هذا الموقع التعدين السحابي للبيتكوين هكذا، ساقوم بديبوزيت فاند هكذا. نعم هنا كما قلت كلما كانت قوة التعدين لديك كبيرة كانت ارباحك اليومية جد ممتازة ورائعة. انظر هنا 3 اشهر، هنا 6 اشهر، هنا مدة عام، هنا 3 اعوام، هنا 15 عام يا اخي، هنا اللايف تايم يعني مدى الحياة. نعم نحن سوف نختار انا كل واحد وعلى حسب الرأي لديه يا اخي، انا ساختار هنا مدة عام فقط، مدة عام فقط سوف اختار هنا كم 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 مثلا هكذا، اختاره مثلا هكذا مدة عام هكذا، سنضغط هنا، انظر هنا كم سوف تقوم بشراء هذه القوة التعدين يا اخي هكذا، نقوم بنسخها هكذا هكذا، سوف نقوم بالذهاب الى الكزابو ونقوم ب كم هي بالدولار هكذا 136 دولار، سوف نقوم بالزيادة يا اخي انظر 130 هكذا لا يا اخي سوف نقوم ب
ناقص بعض الشيء هكذا. نعم يا اخي سوف نقوم بشراء هذه القوة التعدين، نعم 1170 جيجا هاش من هذا الموقع، وسوف تعطيني ارباحي اليومية انظر على الشكل التالي، $1.05 يوميا، نعم يوميا، لا توجد هناك اي تقول لانه ويكند او مشوي ذلك، هو يعطيك ارباح يومية مدى المدة التي اختصرها في التعدين السحابي للبيتكوين هكذا. نضغط هنا على باي نو، نضغط هنا باي نو هكذا، نقوم بنسخ هذه الادريس هكذا، نعم يا اخي هكذا، نقوم كذلك بنسخ هذا المبلغ هكذا، نسخه هنا هكذا، ثم نضغط هنا على سند لكي نرسل لهم الاموال، نعم هكذا. قوم بادخال الكود الذي اتاني على هاتفي. نعم يا اخي الكريم لقد قمنا بالاستثمار في هذا الموقع، نعم وقد قمنا بشراء الجيجا هاش لتعدين البيتكوين، وكلما كان كما قلت كلما كان جيجا هاش مرتفعة كان تعدين البيتكوين بقوة. مثلا انت تريد الاستثمار 0.01، نعم تريد شراء مثلا تريد شراء 20 جيجا هاش هكذا لمدة 3 اشهر، انظر كم سوف تستثمر. نعم يا اخي انظر، انظر هذا كله كنت تريد الاستثمار هنا عودة مرة اخرى، انظر هنا لمدة 6 اشهر كم تقوم بارسال لهم الاموال، اما لمدة عام كما اشرت اليها $0.100 يا اخي، نعم 20 جيجا هاش، ارباحك اليومية ستكون على الشكل التالي. نعم صراحة اذا كان لديك بيتكوين تريد ان تقوم باعتبارها محفظة لا غير، نعم محفظة الكترونية، وستعود عليك بالكثير من هنا الى الامام. دائما عليك الصبر، مواقع الاستثمار عليك بالصبر فيها، مواقع تعدين البيتكوين عليك الصبر به اخي، موقع هذا ليس مثل ليس بالاستثمار، هذا موقع تعدين السحابي، هم يقومون بشراء صيانة الاجهزة لديهم، وكلما كانت التعدين كلما كان التعدين البيتكوين وشراء القوة كبير كانت ارباحك اليومية جد 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 ممتازة ومرتفعة. انا انصح بهذا الموقع الغني عن التعريف، انظر 3 سنوات اذا قمت بالاستثمار كل جيجا هاش يا اخي سوف كم سوف تقوم عليك يا اخي، انظر هنا انظر، كلما انت كما قلت اعتبرها محفظة او مشابه ذلك. نعم انظر، فمثلا انت تريد استثمار 1000 جيجا هاش، انظر بواحد بيتكوين و33 يا اخي، انظر كم ارباحك اليومية، هي $10 يا اخي يوميا يوميا لمدة 3 سنوات يا اخي، شيء رائع. نعم هذا شيء رائع يا اخي، الصبر متواجد دائما يا اخي، انظر هنا الترخيص لهذه الشركة، صراحة الموقع رائع. نعم كما قلت هو يشتغل منذ 2008، ارباح في المتناولية. نعم كما قلت لقد استثمرنا $145 في هذا الموقع، وسوف يعود علينا بالكثير من هنا الى الامام في القادم ان شاء الله. انا انصح به، اشتري القوة التعدين، هو يعطيك 50 جيجا هاش مجانية اخي لكي تبدا استثمارك، لا تقول لانك سوف تتججل ولا تستثمر، نعم لان الموقع لن يسحب اليك، نعم لن يسحب اليك تلك المجانية يا اخي. نعم قوة التعدين عليك شراؤها والاستثمار في هذا الموقع الغني عن التعريف، كما قلت هو مقره في تايلاند، انظر هنا ها هي يا اخي، انظر انظر هنا علم التايلاند وعلم الانجليز بريطانيا وعلم الصين وعلم روسيا يا اخي، صراحة موقع رائع وصالح للعمل كما اشرت اليها، وعندما تتيح فرصة السحب سأوري كيف تسحب ارباحك من هذا الموقع الغني عن التعريف، صراحة موقع رائع وصادق للعمل. سوف تأتيني الجيجاش هنا يا اخي عندما يقوم بتأكيدات 3 تأكيدات، اظن انها 3 تأكيدات يا اخي سوف اتحصل عليها هنا. صراحة هذا هو الموقع الغني عن التعريف الذي اشارككم اياه، موقع رائع وخرافي جد 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 جدا يا اخي. نعم انظر هنا، تضغط هنا لديهم اي شيء يا اخي، هنا الداشبورد، هنا الاكونت، هنا الويسترا اذا قمت بالسحب، هنا البروفايل، هنا ريفيرال، هنا الهاشرات، هنا اذا كنت تريد الشراء القوة التعدين، هنا السيبور يا اخي قم بمراسلة السيبور، هنا البروفيت كالكوليتريس، نعم هذه هنا آلة حاسبة اذا كنت تريد حساب ارباحك اليومية او مشابه ذلك. نعم صراحة الموقع رائع وصالح للعمل كما قلت واشرت اليها. على العموم سوف يكون لنا مدخول يومي في هذا الموقع
أرباح قليلة لكن ممتازة ومضمونة الحمد لله. أنا لقد رأيت العديد 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 يا إخواني من المستثمرين الكبار يستثمرون في هذا الموقع الغني عن التعريف، لأنه ثقة، لأنه يشتغل منذ 2008 أرباح قليلة، كلما كانت كما أقولها كلما كانت الجيجاهاش الخاصة بك مرتفعة، قوة التعدين الخاصة بك مرتفعة، كانت أرباحك اليومية ممتازة. نعم كما أشرت إليها يا أخي. صراحة كان دو موضوعنا في هذه الحلقة كريبتو ماينينج فارم، موقع تعدين البيتكوين السحابي. نعم سوف يكون مدخل إن شاء الله في هذا الموقع الغني عن التعريف. انظر هنا الجيكاش كم أعطتني من حوالي يوم واحد أو يومان يا أخي، انظر 6600 ألف ساتوشي يا أخي. الحد الأدنى يستحب منه هو 0.01. رائع هذا الموقع. نعم يا أخي سوف ننتظر بعد ساعة تقريبا وسوف تصل قوة التعديل الخاص بي في هذا الموقع الغني عن التعديل. وصراحة كان لكم إذن في هذه الحلقة أي تساؤل يا أخي، هذا حسابي في الفيسبوك يا أخي انظر إليه، وهذه قناتي يا أخي الذي أزيد من 2000، وهذه قناتي يا أخي الذي أزيد من 2840 أخو مشترك انضم إليهم يا أخي دائما مع جديد في المواقع الاستثمارية والمربعة. صراحة كان لكم مننا في هذه الحلقة موقع كريبتو مينينج فارم، أحسن موقع للتعدين السحابي، انضم إليه يا أخي وسوف تجد مدخولك اليوم فيه قار إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى شرح قادم إن شاء الله.